بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد برنامج أوبن بورد، برنامج أكثر شيوعا في استعمال مع السبورة التفاعلية. إذن هذا البرنامج هو موجود، يعني دي فيديو موجود يعني في الانترنت، ولكن احنا الخاصية الأساسية اللي غادي نشوفوها في هذا الفيديو هي عنده واحد تطبيق يمكننا نستعمله في إنجاز الأشكال الهندسية باستعمال الأدوات الهندسية اللي كنعرفوها. يعني يمكننا نديره مثلا شكل هندسي ونسجلوه، راه عنده واحد الخاصية اللي كتسجل بها يعني الفيديو ديال المكتب، يعني ديال العمل، ورقات العمل كتسجل، ويمكن لك تصيفطها يعني تصيفطها للتلامذ عن شكل فيديو، ويقوموا هما بانجاز الشكل الهندسي عن طرق يعني بالادوات الهندسيه على الدفتر. اذا اولا كيفاش غادي يمكننا نتيليشارجيو هذا البرنامج اللي كتشوفوا الواجهه ديالو الان هي هذه. فيكفي نمشيو لجوجل، نديرو اوبن بورد وهذا. إذن هنا بالنسبة للوجيسيال اوبن بورد عندنا الويندوز، مثلا بغينا نتيليشارجيو لا فيرسيون ويندوز، كليكيو هنايا، نديرو ستارت، ثم انستاليو بشكل جد اعتيادي، يعني نديرو الانستالاسيون ديالو بشكل عادي. إذن بالنسبة للبرنامج، إذن الواجهة ديال البرنامج بمجرد ما تفتح البرنامج كيعطيك اوتوماتيكمون كيكري واحد دوكيمون جديد، هو كيسجل بشكل مباشر، يعني ما كيستناش انك تدير له اونريجستري ولا اونريجستري سو، فهو كيسجل جميع المراحل اللي كتقوم هنايا. إذن عندنا كما كتلاحظوا عندنا 4 ديال الواجهات هنايا، واحد الإطلالة سريعة على هذا البرنامج. عندنا هنايا لي باج، هنايا هنا كاين لي باج، باج 1 باج 2 ايتترا، بحال حنا رحنا في باج 1 هنايا. عندنا هنايا كاين واحد الشريط ديال الادوات اللي غادي نستعملوها، كاين هنايا شريط اخر ديال الادوات مرتبط بالشريط الاول، يعني لي كولور، لي بيسور ديال التري، لا غوم، لو فون، هنا لو فون ديال الاخر ديال لاريير بلون. هنايا كاين واحد لا بيبليوتيك اللي فيها لي زابليكاسيون تري امبورطونت ديال البيبليوتيك هذه. إذن غادي نشوفوها بعجالة، نشوفو هاد لي زوتي. إذن بالنسبة لأن كنحتاجو هنايا هاد القلم، إذن نقدو نكتبو به مثلا. إذن هنا لو ستيل ديال لو تري، وهنا لي كولور. بالنسبة لاكوم، عندي هنايا هاد لاكوم، هنايا عندنا الأحجام ديالها، وبطبيعة الحال إلا بغيت نإفاسي كاع الأخر لاباج كنكليكي على إراسي. إذن هنايا عندنا الفلوريسون، كنسمى الفلوريسون تا هو بلي كولور، لو ستيل دو تري ولا ليبيسور ديال لو تري، يعني لي كولور. دونك عندنا هادي باش يمكننا نمرو من أداة لأداة، تا ضروري خصني نكليكي على هذا باش يمكن لي نمر مثلا الأداة الأخرى. إذن هنايا مثلا إلا بغيت نحرك غير واحد لوبجي، نحرك واحد لوبجي، هنا إلا بغيت نحرك كاع لاباج، هنا الزوم، فالزوم مثلا يكليك عليه دو فوا تكيولي الاصل ديالو. هنا هذا بوينتر ليزر، يمكن بوينتي مثلا في السبوره التفاعليه، يمكن ستان بوينتر، هنا ستان تراسور دو لين. هنا بالنسبه للكتابه، هنا باش نزيد الحجم ديال الخط، هنا باش ننقص، هنا نسونتري ولا اغوش اغوش ولا ادروات، هنا لا كولور ديال الخط، هنا لو فون، يعني خصني نسيليكسيوني باش ندير لا كولور، هنا باش شنو الخط لا بوليس، هنا باش يمكن لي ندير كوبي، مثلا نجر هنايا ندير كوبي هنايا، هنا باش يمكن لي. إذن بالنسبة لو فون هو هذا لاريير بلون، يمكن لي نديرو نديرو مربعات ولا نديرو خطوط كيما هذا، ولا نديرو سود، يعني سبورة سوداء، لأن هاد البرنامج هو من أكثر البرامج استعمالا مع السبورة التفاعلية.
وفيه يعني دي زابليكاسيون مهمين بالنسبه خاصه بالنسبه للتعليم الابتدائي والاعدادي. اذا نزيدو نخرج حنا عندنا مثلا الى بغيت مثلا ندير واحد لا سيليكسيون يمكنني هاد لا سيليكسيون نزيدها لهاد لاباج مثلا هي يمكن لي كاين ثلاثه يمكن نزيد لها في اون اوتر باج يمكن لي نديرها في لا بيبليوتيك كوم ايماج يعني نقدر نستعملها فيما بعد. وهنا ستان كلافي فيرتويال. إذن بالنسبة لهنايا إذن هادو غير بالنسبة لي كولور لي تري لا كوم لي فون كيما الرجوع إلى الوراء. هنايا بالنسبة للبيرو إلا بغيت تشوف شي حاجة في البيرو هنا تشوف البيرو وراك مثلا راك البرنامج راه مفتوح نوليو مثلا هنايا هنا لي دوكيمون اللي عندك هادو هما لي دوكيمون مثلا اللي راهم ديجا كلشي اللي درتهم كتلقاهم كلهم هنايا دونك هنا كما تلاحظوا كيعطينا مينو واحد اخر هنا كاين كلافي فيرتوييل هنا نوفو دوكيومون نوفو دوسي راه بيدير دوسي انا امبورتي شي ايماج ولا شي حاجه انا اكسبورتي سو فورم دي ايماج يعني هذا الشكل تسيبورتي تيكسبورتي سو فورم دي ايماج وكاين اجوتي الى كاين شي ايماج اكسترا دونك نوليو هنا الرئيسيه هذه الا بغينا مثلا نديرو واجهة أو تكون ورقة العمل تكون يعني كبيرة يمكننا حتى هذه يمكن نرجعها هنا باش تكون عندنا ورقة العمل متسعة. إذن اللي مهم هنايا هو ما هاد ليزابليكاسيون اللي عندي هنايا هاد ليزابليكاسيون تري امبورطونت يمكن ندير كنكليكي ونجر كنكليكي ونجر مثلا هنا لوسون إلا هادي لا بيبليوتيك ديال لوسون قد نعمرها ندير هنايا بالنسبة إلا كنت نحتاج لوسون هنا لا بيبليوتيك ديال لي فيديو وهنا مثلا ديال لي زيماج هنا ديال لي زانيماسيون ديال الفلاش انتراكسيون وكاين لي فورم كاين بوكو دو شوز يعني كاين هاد لي مهمه هي هاد لي زابليكاسيون اللي عندي هاد لي زابليكاسيون قلت لكم بالنسبه للتعليم الابتدائي والاعدادي فهم ماشي مهمين. والحاجه المهمه اللي غادي نخصوها في هاد الفيديو بالنسبه لهاد البرنامج هي انشاء الاشكال الهندسيه باستعمال الادوات الهندسيه. اذا عندنا المسطره هذه المسطره كتلاحظوا بانها فيها ثلاثه ديال البوطون هنايا هذه باش نزيدو مثلا هنايا باش يمكن لا نخفيوها ولا نخفيوها وهذه باش كتلاحظوا بان الدور شكل دائري كتبقى فيكس هنايا وكتدور هنا وكاين هنا في الوسط هنا كتعطيني هذا الربعه ديال الاسهم فاش نديبلاسيها كومبليت. اذا هذه المسطره كاين البركار اذا كنشدو نجرو هنايا اذا نفس الشيء حتى هو من كيعطيني ثلاثه ديال الخطوط هنايا باش ندير الفتحه ديال البركار هنايا كتعطيني بالسنتيمتر الفتحه ديال البركار. اذا عندي هنايا عندي هنا باش يمكن لي هذا كتلاحظوا بان هذا كيبقى فيكس كيبقى يدور البركار هنايا هكا نشوف فين بغيت نرسم النارك الا بغيت نرسم غير واحد اللارك ولا شي حاجه وهنا ملي كيعطيني هذا السهم هذا كما كتلاحظوا فيمكن لي نرسم الدائره كتلاحظوا الا رجعت اللور كيتمحى دونك هي الدائره وإلا بغيت نحركو بشكل كامل فكنشوف هاد الاربعه ديال الاسهم هنا كنهزو نحركو وهنا باش كيمكن لي نخفيه بشكل نهائي يمكن لي نخفيه اذا عندنا ليكير نفس الشيء ليكير عندنا هنايا باش يمكننا نقصو الطول ديالو هنايا نقصو العرض ديالو هنايا كما كتلاحظوا يمكننا ندوروه مثلا مثلا اليمين ولا اليسار على حسب الوضعيه اللي عندنا هنايا باش يمكن لي هذا تبقى فيكس ونبقى ندور غير شكل دائري كتلاحظوا بان كيدور شكل دائري على واحد الدائره وهنا الربعه ديال الاسهم كيمكن لي ندير فين بغيت اذا وهنا الكروه باش يمكن لي نخفيه بشكل نهائي يرجع للمكتبه. اذا هنا بالنسبه للرابورتور نفس الشيء الرابورتور هنايا كيعطينا هاد الجسوم هنايا باش كيمكن لي نكبروا ولا نصغروا تلاحظوا بان هنا باش يمكن لي هنا كيبقى فيكس كما تلاحظوا وهنا كيبقى ندوروا هنا كيبقى فيكس كيشكل دائري. اذا هنايا باش يمكننا نحركوه وهنا باش يمكننا نخفيوه. اذا هما هادو هما الادوات الهندسيه اللي كنحتاجوها مثلا الا بغينا نرسمو مثلا واحد مثلا نفرض بان نرسمو منصف زاويه نفرض بان نرسمو منصف زاويه
الرسمه مثلا هنايا هذه زاويه، هذه زاويه مثلا. اذن كيفاش كنرسمها؟ ناخذ البركار، المسطره ما غاديش نحتاجوها، غادي نحتاجو البركار هذا. اذا نشوفوا على حساب الفتحه ديال البركار، اذا غادي نهزو نجيبو هنا النقطه، هاهي النقطه، وهذه باش ندورو ويبقى فيكس هنا في النقطه، ندورو في محاك بلا ما يرسمها. لكن الا بغيتو يرسم نجي هنايا، فوالا هو لارك الاول، نهزو نزيدو ويرسم لي لارك الثاني، لارك الدوزيام مارك هنايا. دابا باش نرسموكم المنصب ديال الزاويه، اذا غادي نهز البركار، غادي نشوف هاد الاربعه ديال الاسهم هنايا، نهزو نجيبو هنا، اذا نفيكسي هنايا مثلا. اذا غادي نرسم هنا لارك، اذا غادي نزيدو شويه هكا بلا ما يرسم، وهنا غادي نرسم لارك الاول، فوالا ها هو. ثم غادي نهزو ندي هنايا نفيكسي هنا في هاد البوان، ونرسم لارك دوزيام مارك. فوالا، إذن دابا كملنا مع البركار. إذن غادي دابا نجيبو المسطرة، كتلاحظو بأن المسطرة إذن غادي نفيكسيها هنايا، ها كتلاحظو هنايا، ونجي هنايا باش يمكن لي ندورها بشكل دائري، فهمت شكون، باش تمشي لنا لهاد النقطة. وغادي نجي يمكننا نبدلو اللون، ونجي نرسم هنايا. كتلاحظو بأن هنايا كيعطيني واحد اليد هنايا، بمجرد ما يعطيني اليد نقد نرسم هنايا. فوالا، هذه هي المنصف ديال الزاوية، فوالا مثلا هي هادي. إذن هاد المسطرة مبقيناش محتاجينها، إذن نقد ناخد القلم ديالي مثلا، ندير هنايا، فوالا، على أساس أن هادو ديزونغليزوميتريك هنايا، نقد نستعمل الفلوريسون مثلا في شي لون آخر. مهم هنا كاين بزاف ديال الاخر. اذا هنا هذا الشكل هذا يمكن لي مثلا نسجلو باستعمال هذا بودكاست، البودكاست هذه نوطى عليها كيبقى هنا يتسجل هنا. اذا بمجرد ما نوطى على هذا البوطون هذا كيبقى يبدي التسجيل، يسجل شو فورم دان فيديو، يعني ذاك الشكل اللي درته كله يتسجل شو فورم دان فيديو، ويمكن لي نصيفطو على اساس ان التلاميذ يشوفوا ذاك الفيديو ويقوموا بانجاز ذاك الشكل الهندسي اللي بغيت باستعمال الادوات الهندسيه على التفطير ديالهم. اذن هذا كان يعني بعجاله بالنسبه لهذا البرنامج. بطبيعه الحال كاين بوكو دابليكاسيون هنايا، يمكن مثلا عندنا مثلا هذه لا لوب، باش يمكن لي نعبر مثلا، لنفرض بغيت المسطره، بغيت نعبر مثلا بغيت نعبر مثلا واحد الخط هنايا، مثلا بغيت نعبر واحد القطعة هنايا، فأنا إذن كنجيب هاد لالوب هادي، وكنعبر وكنشوف بحال بالضبط بشحال يعني الطول ديال هاد القطعة هادي. هادي لالوب جد مهمة، لأن مكتبناش الطول، إلا بغينا نعبرو مثلا الطول ديال شي قطعة ولا شي حاجة. إذن كاين بالنسبة لي زوتر زابليكاسيون، نخليكم انكم تكتشفوها، فهم جد مهمين، وخاصه قلت لكم في المرحله الابتدائيه والاعداديه. وهنا بالنسبه لهذا البرنامج كيتستعمل بالنسبه لجميع المواد، فهو يتستعمل بالنسبه لجميع المواد ماشي غير الرياضيات، فهو فيه مسائل جد مهمه. فمثلا كما كتلاحظوا هنايا، فهاد لي زابليكاسيون يمكننا نستعملهم حتى بالنسبة للمواد الأخرى، ويمكننا نديرو إنجاز درس بهذا البرنامج على الشكل أو في السبورة التفاعلية. فمثلا هنايا كما كتلاحظو هذه خريطة ديال العالم، فوالا. إذا بالنسبة لهذا البرنامج كما قلتلهم فهو سهل الإستعمال، وأكثر شيوعا في الإستعمال مع السبورة التفاعلية. والخاصية اللي مهمة هي إنجاز الأشكال الهندسية باستعمال الأدوات الهندسية، ويمكن تسجيلها على شكل فيديو وإرسالها إلى التلاميذ. نتمنى أن تكونوا استفدتوا بهذه الحصة هذه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.